ثانية واحدة بوكس اسمي امسكوا كده صوركوا صورة من بايك عشان يشجعوا فريقهم. تحياتي ليهم، تحيات الجمهور الاهلي كامل. بالرغم من الفوز الوداد نقول لهم الف الف مبروك على الفوز، ونقول للاهلي هارد لك وتعوض ان شاء الله في العام القادم ان شاء الله.
تحياتي لكم، تحياتي لكل الناس. وشفت طبعا الاجواء، اجواء زوينه، والانبهار اللي انا انبهرت بيه اكتر انبهار بزوجتي نوره. انبهرت، كانت معايا ان هي جايه تشجعني وجايه تشجع معايا. التقيتها ساعه ما الماتش بدا وشافت الجمهور وشافت الناس، قالت لك لا انا اشجع الوداد. هي اصلا ولا لها في الوداد ولا لها في الرجاء، ماشي، ودخلت تشجع في وشيلت العلم وقعدت تشجع الوداد الوداد، وانت احنا في وسط الجمهور، يعني جمهور الاهلي، والجمهور الاهلي حزين لان فريقه مغلوب، وهي عماله تشجع وفرحانه وعماله الاقتصاد ديالي. اني شفت الروح الوطنيه ديال نوره، فعلا الروح الوطنيه يا جماعه ما بتتشريش بالفلوس، ما حدش بيشتري حب وطنه بالفلوس. الحب الوطن بقى في الاهلي، حتى الاهلي خسر بس الاهلي اهلي مهما كان مهما يحصل. بالرغم ان انا فرحان الوداد، انا اصلا يعني بشجع الوداد وبشجع الاهلي، يعني لو الوداد بيلعب مع فريق اخر كنت انا اشجع الوداد، ماشي، بس الاهلي مهما يحصل، مهما يتغلب، مهما يغلب، مهما يعمل، الاهلي في القلب. زي اللي انا شفته ان الاهلي ما التكنيك بتاعه ما لعبش مزيان، يعني 4-2 4-4-2 ديت ما تغلبش مع فريق الاهلي. كان المفروض لعب بخطه ثانيه، الخطه بتاعته زيرو. و هنقول يلا، هو مكتوب والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. فهذه هي سنة الحياة، والف الف مبروك للمغاربة كاملين وللوداد بخاصة والوديديين بخاصة وجمهور الوداد بخاصة. تحياتي ليهم والى اللقاء، ونختم كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، ويا رب دايما نكون مجمعين على الخير، مجمعين في اجواء زوينه، واتفرجوا على الفيديو وما تنسوناش اللايك. تحياتي لكم والى اللقاء.